مع بداية كأس العرب تتبادر إلى ذهنك عدة أسئلة حول البطولة، لعل أبرزها كيف جاءت فكرة إقامة بطولة تسمى بكأس العرب؟ ما هو سبب عدم استمرارها بشكل منتظم؟ من هو المنتخب المرشح لنيل لقب البطولة بعد اعتمادها من طرف الفيفا؟ أسئلة منطقية سنجيب عليها في هذا الفيديو. جاءت فكرة بطولة كأس العرب عام 1957 عن طريق الصحفي اللبناني الراحل ناصف مجدلاني أبو الرياضة ببلاده والأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم عزة الترك. في العام 1962 تم الاتفاق على إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس العرب. أقيمت النسخة الأولى من البطولة عام 1963 بلبنان بمشاركة خمس منتخبات هي لبنان، سوريا، تونس، الكويت والأردن، لعبت بنظام المجموعة الواحدة. سجل الهدف الأول بتاريخ البطولة اللبناني عدنان الشرقي، وكان التونسي شريف تلمساني هداف نسختها الأولى برصيد خمسة أهداف. حصد منتخب تونس لقب هذه النسخة. من كأس العرب إلى كأس فلسطين. عام 1972 تقدم رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب الفلسطيني سيد السبع بمبادرة لاستحداث بطولة جديدة تدعى كأس فلسطين بدلاً من كأس العرب التي توقفت دعماً للشعب الفلسطيني. أقيمت منها ثلاث نسخ فقط خلال الفترة ما بين 1972 و 1975، توج بها منتخب مصر مرتين وتونس مرة واحدة. في نفس التوقيت أسس الاتحاد العربي لكرة القدم عام 1974، والذي فضل تحويل بطولة كأس فلسطين إلى بطولة للناشئين تحت اسم كأس فلسطين للشباب. أقيمت كأس فلسطين للشباب أربع مرات فقط خلال أعوام 1983، 1985، 1989 و 2002. حصدها منتخب العراق، السعودية، المغرب، الجزائر على الترتيب. لماذا نظمت بطولة كأس العرب تسع مرات فقط؟ يرجع سبب تنظيم بطولة كأس العرب تسع مرات فقط إلى مواجهتها لصعوبات كبيرة لفرض نفسها بطولة دولية وإقليمية على الاتحادين الأسيوي والإفريقي لكرة القدم، الأمر الذي أثر بالسلب على جدية المنافسة وقلص من عدد الفرق المشاركة فيها. أما السبب الرئيس فكان المشاكل السياسية والحروب التي عاشتها منطقة الشرق الأوسط في فلسطين والكويت والعراق واليمن وسوريا وليبيا والسودان. اعتماد بطولة كأس العرب من طرف الفيفا. المساعي الحديثة للاتحاد العربي لكرة القدم توجت باعتراف الفيفا ببطولة كأس العرب مع بداية 2021. حضر رئيس الفيفا جياني أنفانتينو بنفسه في قرعة الأدوار التأهيلية ودور المجموعات في قطر يوم 27 أبريل 2021، معلناً اعتماد البطولة وتغيير مسماها إلى فيفا أرب كاب، بطولة سيكون محاربو الصحراء المرشحون الأبرز فيها حسب خبراء ومحللين، نظراً لتواجد نجوم في المنتخب الأول، كما سيكون أشبال بوغرة مطالبين بالدفاع عن سمعة بطل إفريقيا عام 2019 وصاحب أحسن سلسلة لا هزيمة مستمرة في العالم حالياً ب 33 مباراة على التوالي.